وراي يا عبدو؟ عم تشوفي؟ هذا الكلب؟ أنا اللي رح علمك شو يعني العيبة؟ أنا اللي رح ربيك يا صرمائي! أنا! هولاك! جيبوني هالكلب عبدو يا كلب! لك عم تتفرج! عمي عبدو! صغير مو مستاهل توسخ ايديك فيه! شو يا سيد عبدو؟ عم تطول على شغيلتي ما شاء الله! قسما برب العرش يا ابو حمزة! إذا ما بتضب رجالك! لخلي الدم يغرق الحارة! هذا الكلام لكبير النشواتية ولك عبدو! بحضور الحق ما في كبير يا عمي! عبدو عندي! وإذا بيتكرر هالشي أنا بصفك أول واحد! وقطع بات! خلي العدس بترابه! لا يجي وقت حسابه! لا بدي عدس ولا بدي ترابه! الكراكوم بيحل المشكلة! وزوز! بعدني وراه بصبحي! وجب يا كبير! عبدو روح! روح عبدو هلا بياخدوك العسكر! عبدو يستر على عرضك قصاع! اسمعوا لكلب! معك 3 أيام! بتطلق زهرة وبترجعها على بيتي معززة مكرمة وإلا قسما بالله العظيم! بطلع بجوزة حلق! وعبدو ليش ضربك؟ عبدو مثل القديش الفلتان، شو بيضرب بمخه ما حدا بيعرف. الله وكيلك يا جناب اليوج باشي، أنا ما قلت له شيء، ما شفت إلا جحش فلتان وهجم علي وأخذني غدر. هيك أخذ غدر بدون سبب؟ شو بلا أبو صبحي؟ الزلمة عم يقول لك هجم عليه وضربه وما في مين يرده، تاركينه هيك داشر بالشوارع عم يهجم على الخلايق يمين وشمال، ما في مين يرده. شو مان أكل قتلة من عبدو تبع الدورية، بتجيبه وبتعمل له اللازم، وهيك بده الوالي. شرف شو مان هاي الكلاكون صار عنده علم ورح يعمل اللازم إن شاء الله. إن شاء الله الكلاكون يقدر يعمل اللازم. ليش معصب؟ من هالدنيا بضربها يمين تاخدني شمال، تركت كل هالبشر ورمت بلاويها على راسي، ما عاد اقدر استحمل. اوقات بيجي على بالي اهرب، اترك كل شي وراي وهج، بعدين بقول لحالي لمين بدي اترك هالكوم اللحم. بس تعبت يا عبد الكريم، تعبت تعبت. بس لازم تعرف انه الله سبحانه وتعالى بيبلينا على قطاعتنا. انا هتوك مني، انا ضعيف. انت يا عبدو عم تحكي هالحكي؟ ولك ايه، أنا عم أحكي هالحكي. لا تشوفني هيك من برا، أنا قلبي ضعيف، ضعيف يا كرمو ضعيف. هذا من قوة إيمانك، الإيمان اللي بقلبك حتى أنت ما بتقدر تكشفه. بيقول الرسول عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، إنما سمي القلب من تقلبه، إنما مثل القلب كمثل ريشة معلقة بالفلات في أصل شجرة، تقلبها الريح ظهراً لبطن. اللهم صل وسلم على سيدنا الحبيب المصطفى. كلام حلو كتير. يعني مثل ما قلت أنت، كل هالقوة اللي الله أعطاك إياها مرهونة بقلبك الصغير والضعيف، نسمة هوا بتوقعك. تعرف ليش؟ لأنه أهم شيء بجسمك هو قلبك،
لا تحملوا أكثر من طاقته. ليش ما جبت لطفي معك؟ لأني ما بعرف كيف لقيت حالي عندك. حسيت الدنيا مسكرة بوشي وما لقيت غير رجلي جابوني لهون. وصلت بإذن الله رح تطمئن، بس لا تهرب من قدرك، لأنه قدرك رح يلحقك وين ما رحت. اشرب شاي. يا الله يا كريم. متأكد من هالحكي؟ هي رواية أبي الله يرحمه، وأبي ما بيكذب. حاشاه من الكذب، بس إذا هون مدفون كل هالليرات وكل هالذهب، ليش لحتى ما تطالعون؟ تعيش لك كم يوم وأنت مرتاح، مو أحسن من هالفقر والتعتير والشنطة اللي أنت فيها؟ الشغلة صعبة كتير عبده. هون في ذهب بيغني البلد لولد ولده، بس مشكلته ذهب مرصود. ايوه، وشو بيصير يعني اذا مسكت هالشنقل ونتشته من شرشه؟ بنصحك لا تجرب. رح اجرب. عبدو، في ناس ايديهم انشلوا، وفي ناس قضوها بالوجع كام يوم، وفي ناس خسروا حياتهم. ايه، وشو الحل؟ ما في حل. ما بينفك الرصد الا بواحد ايده مبروكه، والله فاتح على بصيرته. وينه؟ ايه والله، قوم قوام سليمان، قوم. اجى المعلم عبدو. قوم معلم عبدو. اهلين بالمعلم. حيو الجركس، معيتك شربنا شاي وبدي معجونه. اوف لعيونك، اعطيني معجونه وكاسه شاي لشيخ العربجيه على السريع. تفضل بعيدك جركس. ايه بتأمر معلم. هات معجوني على السريع. يا ابن الحرام، ما بكفي اللي عملته امك، طلع ابوك واطي اكثر منها. شوفي شو عملت امي، بعدين ليه عم تحكي على ابي؟ لك شو عمل؟ شو عمل؟ عملت شغله واطيه، عم يتهجم على بيوت الناس واعراضهم. ابو انور اتركه هيك للصبي، عيب عليك تحكي على الرجال بغيابه، بعدين ابنه شو له بالقصه؟ درويش خليك بعيد انت، لا تتدخل، القصه ما عاد ينسكت عليها. بعدين لطفي بتنقلع من هون لبقى ترجيني وشك بالدكان، عم تفهم؟ هذا اللي كان ناقصني والله، شغل عندي واحد ابن عبده من شان تهرب الزباين من نجاستك. يلا نلع من هون، نلع. خلص لطفي، انت هلا احمي حالك وروح على البيت، نحن من لا اله الا الله. روح يلا ولي يا رب. تعال هون لطفي، شوفي شو القصه. ضربني وقلعني والله العظيم ما عملت له شيء. درويش شوفي، قال مشان عملت ابوه امبارح. ايوه بعيد شركات بعيد. طول بالك شوفي. ما لا لك ولا هالمره مرقت بصحن حمص، بس وحيات اللي خلقك اذا بسمعك جايب سيره عبده او اولاده بالعاطي. لا اغنيك بهي.
لك عايبة، أمي عايبة، لك والله عايبة كمان. يا أبوها ابن الكلب عم ينط على بيوت الناس ويتحركش بالحريم يلي كان ساندك. راح يا بنت الكلب، راح اللي كان ساندك. والله لساويكي ملطشتي يا بنت الكلب، والله لضل اخذك يمين وشمال كل نهار والليل يا بنت الصرامي يا بنت الكلب. اعطيني عنك، حتى انا بضربها بموتها من القتل. بوووو عليكي وعلى ابوكي. على مهلك، والله طلع فيك حيلك. شو مان؟ يلا يا رب. ولا جركاس؟ شو عم تعملون؟ والله مثل هالخلايا عم دور على رزقتي. روح دور على رزقك محل مو ملحوش معلمك. يلا لهون ممنوع يجي حدا غير الشرفاء. قليلين الشرف والأمانة، مالوا الرزق بيناتنا. يلا مثلك مثل معلمك. ولا مو عيب عليك تحكي عليه وبنته عندك؟ لك يا عيب الشوم بس. فيه والله العيب علي بيعمل العيب عمي، والعيب طلع من عند معلمك وبنته. بدك تضب لسانك ولا كومك بأرضه؟ لا لا جلكس، بدك تضرب صهر معلمك يلي ساتر عرضه؟ والله أنا ما برد لك إلا كل الخير. مزبوط وزواز؟ حاجته حاجته، ما خلصنا مشاكل؟ حاجته عم يفوت على بيوت الحريم ويعمل الفاينة. لعمة لك نزعت وسمعت العربجية كلها، ادفوا عليك وعلى معلمة. اي مزبوط مزبوط، بس خلص أكل نصيبه، روحوا كملوا شغلكم. تكرم تكرم عمي نوري، تكرم بأمرك. يلا عمي يلا، لو قلتوا كل واحد يشوف مصلحته. يلا قوم انت، قوم قوم، ما حلي لك ترزق غير هون. روح شوف وين الله بيرزقك.